إذا قيل لك لو أراد شخص أن يذبح لله في مكان، ذلكم المكان سبق وأن عُبِد فيه شيءٌ من دون الله، أو ذلك المكان سبق وأن كان مكاناً لأعياد المشركين، فقل لا يجوز هذا. والدليل: ولو كان يذبح لله لكن بمجرد أنه قد وقع في هذا المكان عبادة لغير الله أو عيد من أعياد المشركين فيحرم الذبح في هذا المكان. والدليل ما جاء عند أبي داود عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، وهو مكان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. وفي رواية قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فدل هذا على أنه لو كان ذلك المكان مكاناً يعبد فيه ما سوى الله، أو كان توضع فيه أعياد للكفار، ولو زال ذلك العيد وزال ذلك الذي يعبد من دون الله فلا يجوز.